خلينا نسمع لكلمة الرب. ثم قلت لهم: أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار، هلما فنبني سور أورشليم ولنكون بعد عار. وأخبرتهم عن يد إله الصالح علي، وأيضا عن كلام الملك الذي قاله لي، فقالوا: لنقم ولنبني، وشددوا أياديهم للخير. ولما سمع صنبلة الحوروني وطبي العبد العموني وجشم العربي هزأوا بنا واحتقرونا وقالوا: ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون؟ أعلى الملك تتمردون؟ فأجبتهم وقلت لهم: إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، وأما أنتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم. يبارك لنا الرب كلمته على مسامعنا. إخوتي وأخواتي، هذه واحدة من الرسائل اللي فيها صورة نبوية لحالتنا اليوم، وطبعا التشديد هو على هلما نبني الصورة معا ولنكون عارا فيما بعد، ولنشدد الأيادي حسب إلهنا الصالحة للخير، العمل للخير في هذا المجتمع. الله لا يترك نفسه بلا شاهد، بل في كل عصر وفي كل زمان يقيم له رجال ونساء مملؤون من الإيمان، مملؤون من الروح القدس، مملؤون بحضور وقوة الله، ليجروا تغييراً أو حدثاً معيناً في المجتمع. فالحال الإنسانية لم تتغير منذ القديم حتى يومنا هذا، فجميع الناس سواسية، وجميع الناس جميعنا لنا نفس الاحتياجات الروحية والنفسية والعقلية والزمنية أيضا، فنحن نحتاج الله في حياتنا. نحميا طبعا ولد في السبي، ولكن كان قلبه في أورشليم، وكان وضعيته دائما بيبحث وبيسأل عن إخوته وعن شعبه في أورشليم. يعني ما تشكلش بحسب الظروف الخارجية اللي كانت بالنسبة له كل الأمور مؤاتية وكل الأمور مرضية، وكان شخص مبسوط، حالته المادية كتير منيحة، وكان مركزه يعني اليوم احنا ممكن نسميه وزير البلاط، يعني اللي بيكون أقرب المقربين للملك، وهو الشخص اللي بيكون في بوز المدفع، يعني لازم يدوق الأكل، لازم يذوق الشراب، ولازم يكون الكونسلر، لازم يكون المرشد الأساسي بتاع الملك. وهذه الوظيفة اللي كان بيشغرها نحميا في أيام أرتحتشا الملك. أحبائي، النظرة النبوية إن الله عنده مخطط، والمخطط لازم يتم. من ناحية منشوف سيادة الله المطلقة الكاملة على حياة الناس متحدة بمسؤولية الإنسان. من ناحية منشوف رؤية الله العظيمة اللي بتشوف صداها وبتشوف نورها خلال الأجيال، ولكن من ناحية تانية بتشوف المخطط العمل plan of action للإنسان أن يتمم رؤية الله وعمل الله. فالله يحتاج الإنسان ليتمم مقاصده ويتمم مشيئته ويتمم مخططه في هذه الحياة، سواء بشكل شخصي، سواء بتسديد إلهي، سواء بأمانة إلهية، وسواء بنصرة إلهية. فنحن إلى جانب الله في حياتنا في هذا الموضوع. طبعا خليني أرجع شوي لورا إذا بتحبوا التاريخ، وبتأمل إنه ما يكونش صعب علينا. أنتوا عارفين السبي الأول هو السبي الأشوري، سنة 722 قبل الميلاد أخذوا أصباط إسرائيل العشر اللي هي المملكة الشمالية، أخذوهم إلى أشور وأحضروا شعوب أخرى اللي امتزجت وتخالطت وتزاوجت،
فاللي منها نشأ اللي اليوم نسميه السامريين. طبعا سبي يهوذا تم على ثلاث مراحل، إذا بتتذكروا في أيام دانيال أول مرة لما أخذ نبلاء يهوذا، والمرة الثانية حزقيال مع 10,000 رجل، والمرة الثالثة لما دخل أورشليم 586 قبل الميلاد، دمر أورشليم وحرق الأسوار وهدم الهيكل وأخذ الشعب إلى السبي. فكانت أورشليم عار اللي هي كان عليها اسم الملك، ومكان الملك اللي هو العبادة الحية في هيكل الله كلها انطفأت واندثرت. وطبعا الله بنفس الوقت رغم انه بعاقب او بأدب لكن مخططه لازم يتم. فبحسب إشعياء اتنبأ عن كورش اللي هو من مملكة فارس وتزاوج مع ابنة ملك مادي، فالمملكتين في أيام بيلشصر لما دخلوا البلد بدون سفك دم، إذا بتتذكروا نبوة دانيال على الحائط المكلس، بهذا الزمن دخلوا. وفي أيام كورش الرب نبه روح كورش إنه كل من تسع إيده كل من يحث قلبه إنه يرجع لأورشليم، وهو بعت المساعدات المادية والحراسة والإمكانيات حتى يبنوا الهيكل في أورشليم. في هذا الزمن كان في أيام أرتحتشا اللي برضو كان رجوع السبي بحسب نبوة إرمياء بعد 70 سنة لازم يرجعوا من السبي. أغلب السبي رجع إلى أورشليم، لكن لما سأل نحميا كان وضع أورشليم عار، الأسوار منهدمة، البلد ما زالت محروقة. وخلي بالك برضو كمان الرجوع إلى أورشليم تم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الله استخدم الوالي زروبابل، وزروبابل في أيامه بنى الهيكل مع أنه وقف مرحلة، لكن تم بناء تدشينه بعد 10 سنوات. والفوج الثاني الرجوع الثاني كان في أيام عزرا الكاهن، وعزرا طبعا هو اللي قاد الشعب إلى إصلاحات روحية وإن يدخل العهد ويجدد العهد ويدرس شريعة الرب، يعني إنه شريعة الرب اللي هي تملك على حياة البشر. لكن الفوج الثالث كان في أيام نحميا، مع إنه الهيكل كان مبني لكن الأسوار بعد مهدومة. في سنة 444 قبل الميلاد نحميا بإذن من الملك مدعم طبعا بحضور الله ممول بقوة وسلطان الملك، مخول بسلطان الملك الفارس، مدفوع بقوة المحبة تجاه شعبه، ومؤيد بحبه لوطنه ولشعبه إلى أبعد الحدود، مما أدى إلى تكريسه الكامل، وإلى طبعاً إنه هو نفسه يصرف نفقاته كليدر كقائد يكون مثل إلى شعبه. وقام طبعاً في الإصلاحات، وكانت مهمة نحميا مهمة محددة، مهمة زمنية إنه لازم يتممها، وهي المهمة هي بناء أورشليم، هدف محدد. فإذاً لاحظ كان عنده الرؤية الإلهية، كان عنده التكليف الإلهي، وأيضاً سند الملك من حماية وفرسان وأموال وخشب اللي تساعد في بناء الأسوار، ولكن مدفوع بمحبة تجاه شعبه، كان عنده غضب مقدس وغيرة آكلة جداً في حياته إنه لازم شيء يتعمل، بمنفعش الوضع يكون على ما هو، فلازم يصير شيء معين. والجدير بالذكر ما بعد السبي الله استخدم 3 أنبياء اللي يكونوا سبب بركة بعد السبي، اللي هو النبي حجة والنبي زكريا وآخر نبي اللي هو النبي ملاخي. ملاخي كان معاصر لنحميا، وعزرا كمان كان معاصر لنحميا. الثلاث أنبياء الله استخدم حجة
وزكريا انه يطلقوا رسائل نبويه يشجعوا الشعب انه يبنوا الهيكل. وفعلا اخذ 10 سنين اخيرا تم بناء الهيكل. اما النبي ملاخي فكان معاصر لنحميا اللي قام مش بس في بناء الاسوار الخارجيه لكنه كان يحتاج ان يبني الاسوار الروحيه الداخليه التي كانت اهم اشد ضراوه وشراسه مما كان يواجهه من الناس بعد السبي. يعني مثل كان يبيعوا بعد اخوتهم العبيد، كانوا بيتاجروا يوم السبت، كانوا مش عم بيعطوا يعني العطاء، يعني بيتكلم عن العشور في ملاخي، مش عم بيكونوا بركه، عم بيركزوا على حالتهم. وكان المجتمع يعني حالتين، الاغنياء 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 والفقراء المعدمين الى ابعد الحدود. في هاي الفتره الله استخدم نحميا، ونحميا لما سأل طبعا أخوه مع مجموعة من النبلاء اللي أجوا من يهودا فبقوا من السبي هناك في البلاد، هم في الإصحاح الأول في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها. يعني شيء شبيه في صلاة سليمان عند تدشين الهيكل بحسب أخبار الأيام الثانية الإصحاح السادس والإصحاح السابع. نحميا أحبائي كان مدرك أنه هو جزء من هذا الشعب، بغض النظر أنه الشعب في عار، وبغض النظر أنه الشعب في حالة روحية صعبة، وبغض النظر المأساة اللي كان عايشها، إنه مع إنه رجعوا من السبي البابلي لكنهم ما زالوا في السبي عايشين حياة العبيد كأبناء. يعني وهي مشكلة بتعرفوا أحبائي، مشكلة صعبة جدا لما منكون في داخل الكنيسة أنا عايش حياة العبد داخل بيت الله. يعني مش عم أدرك امتيازي وتميزي، مش عم أدرك أهميتي، مش عم أدرك إنه الله له مخطط رائع لحياتي. فالمهمة اللي جاء بها نحميا هو هدف محدد، والهدف إنه يبني أسوار أورشليم. طبعا كقائد أول شراح شاف من أجل نفسه حتى يدرك، بسموها دراسة المخطط، يعني يدرك هو الأول وهلي شو اللي عم بيصير. فتجول بين الأسوار المنهدمة، وبعدين الشيء الثاني ابتدأ يشارك الرؤية مع قيادات اللي هن قراب على قلبه، يعني اللي ممكن يثق فيهم وإن يقوموا في العمل. وبعدين بطريقة بارعة وبطريقة حكيمة جدا استطاع أن يسخر الشعب بطريقة مميزة، إنه كل الشعب يشتغلوا بإيد واحدة، وكل الشعب يعملوا مع بعض، وكل الشعب إنه يتمموا هذه المهمة. ولاحظ الكلام في الإصحاح الثاني اللي قرأته في الآية 17 والآية 18، وهي أنا بسميها العملة ذات الوجهان. الوجه الأول من ذات العملة يقول: هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عار. يعني في غير مقدسة في داخله إنه خلاص enough is enough، كفى يعني كفى، يعني وصل الوضع ما عادش نتحمل شيء أكثر من هذا، يعني خلاص ما بنفعش إنه نضل عار. في يوم من الأيام كانت أورشليم مجد، في يوم من الأيام كانت الحجارة الكريمة والذهب مثل الحجار
في أيام سليمان. في يوم من الأيام كانت أورشليم مركز الرب، مركز العبادة، مركز الأعياد، مركز الذبائح، المركز اللي كان بيجتمعوا اليهود فيها. أما الآن فخراب، بناء صغير من أيام زربابل، هيكل صغير. لكن اليوم إذا أنت بتوقف على جبل الزيتون، خلينا أعطيك إياه من ناحية جغرافية، باب الأصباط اللي بوابة استفانوس من عند بركة بيت حزدة، كل هذا الجبل اللي بيسموه جبل المريا اللي مبنى عليه المسجد اليوم، وبتنزل لجناح الهيكل لتحت وين قناة حزقية وبركة سلوام، والجبل هذا كله لصهيون. هاي هي كانت أورشليم، وهي كانت الأسوار كلياتها. فالدنيا يعني أكم بيت أغنياء في منطقة لحالهم، والبلد كلها مبهدلة، والبلد كلها عار، والبلد يعني مين ما بمر عليها ومين ما بيشوفها عم بعير، عم بيشتم، عم بيتكلم ضد هذه البلد. فيقول هلما نبني سور أورشليم ولا نكون بعد عار لنقم ولنبني. لاحظ كم مرة وشددوا أيديهم للخير. بيتكلم عن وحدة، إن إله السماء في آية 20 يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. خلاص الله حسم النجاح، الله حسم البركة، لكن في plan of action. إذا أنا بتحرك بشكل عملي الله بيعمل وبده يعمل، لكن هل أنت تريد أن تعمل؟ الله يريد أن يعمل من أجل المسرة، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لكن الله يستخدم ناس مثلك ومثلي، مؤيد بحضور الله، مثقلة بقلب يعني تجاه الناس. فالعالم عم بيتمخض، عم بئن، عم بيتوجع، عم بيتألم. من أجل هذا لما جاء يسوع قال روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين، العمي يبصرون والصم يسمعون والبرص يطهرون والموتى يقومون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. فإذا في رسالة إنك أنت بتكون مسيح على الأرض، تكون رسالة شفاء، رسالة بركة، رسالة فرح، رسالة محبة، رسالة اللي أنت بتعكس فيها الرب في حياتك، فالناس بتشوف يسوع فيك ومن خلالك. وهذا التأثير اللي إحنا بنتركه على الناس. في كل عمل طبعاً في تحديات، في صنبلط وفي جشم وفي طبية، يعني لابد إنه هؤلاء يكونوا في حياتنا. وعادة بتبتدي من كلام تشهير وتعيير، مرات أخرى بيكون كلام تزوير تحوير. من وين الرخصة؟ معكوش رخصة أصلا من الملك، مع أنه جاي ماخذ تصريح من الملك، أصلا هو وزير عند الملك. وطبعا لأنه صنبلط اللي كان من السامرة كان أمير في السامرة، فهو راجع من المنطقة الشمالية بمر، فطبعا مع حرس وكذا، فكان عم بدبر مكيدة، عم بدبر مؤامرة. والمؤامرات أحبائي هي لإحباط العمل ولإذلال الشخص. وكثير مرات أحبائي إنه منقع فريسة الكلام، عارف الماضي هو ماضي، وإنت ابن اليوم بغض النظر شو ماضيك، بغض النظر شو ماضينا، أنا ابن اليوم، أنا بدي أكون يسوع المسيح على الأرض، أعكس جماله، صورته، طبيعته، عمله، شفاؤه، بركته في حياة الناس. فبيبتدئ عن طريق الاستهزاء، وبيطريق عن إشاعة المذمة، التذمر ثم إشاعة المذمة. وهذا أخطر نوع من البشر اللي بسموها النميمة، إشاعة المذمة. يعني في العهد القديم الأرض بلعت أبناء قرح بسبب إشاعة المذمة. يعني بيكون واحد بريء ما فحصوش الأمر، بيتكلموا عنه والناس خلاص ما بدهاش التعب حالها إنه تبحث في الأمر. إشاعة المذمة هي عملياً بتخرب كنايس، بتدمر أبنية،
بتدمر structures كتير بنبنيها بس بسبب الكلام السلبي، كلام الناس اللي بيحبط العمل، واللي بخلينا بدل ما انه نحط عينينا ونركز على الهدف الاساسي اللي الله دعانا اليه، فبتصير ندور في دوائر، دائرة ورا دائرة، سنة ورا سنة، مش عم نطلع من هالدائرة بسبب مجموعة مرضى، مجموعة ناس عندهم أمراض نفسية وعقلية، مجموعة من الناس بالاسم الروحيات بأنصاف الحقائق وبأنصاف الدين عم بدمروا كنايس بأكملها بدون ما ندرك أهمية الأمر. أن الله دعانا إنه نتشدد وإنه فعلا نبني الأسوار ونبني حياتنا. تعرف حبائي، أي بلد كانت تعرف بالأسوار، فالسور بكل بساطة هو للحماية والمراقبة. وطبعا مرات بشكل روحي شعي بيتكلم على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا، فالأسوار لأنه فيها مراقبة بتشوف العدو جاي من بعد، فبتقدر تعطي تحذير وإنذار للشعب اللي موجودين في البلد. كانت المهمة بشكل بارع جدا اللي هي عبارة عن يعني تقريبا ثلاث أجزاء. واحد، الوحدة بالعمل. لاحظ دائما بيتكلموا بصيغة هلما نبني، فبنينا الصورة معا، فهي الوحدة في العمل. شيء ثاني، التجزئة في العمل، وهنا بيجي دور المواهب والإمكانيات، وإنه العمل ما بيتمش بشخص واحد، العمل بيتم عن طريق الجماعة، هلما نبني الصورة معا. فهذا التجزيء في العمل، وإن يكون في ناس متخصصة بكذا إمكانيات اللي تقوم بمواهب معينة. ممكن شخص يعمل 10 شغلات ويكون مزبط فيها، لكن ممكن شخص متخصص بشيء معين بيأخذك من نقطة ألف لإلياء لأنه عنده التخصص في هذا الموضوع. شيء ثالث، منشوف الحكمة والبراعة اللي اتميز فيها. طبعا على فكرة نحن يا احنا مندرسه بالقيادة، لانه في كتير مبادئ في القيادة من حياة نحمية، لكن هذا موضوع تاني. انه مش بس كان في وحدة بالعمل، وانه كان في عمل جماعي، تجزيء، كل واحد بيقوم في عمل معين. الشيء الثالث البارع، انه كل عيلة او قبيلة وين ساكنين بالمنطقة اللي بيكونوا ساكنين فيها جنب السور، يبنوا السور اللي موجود أمامهم. فهو مش بس كان في وحدة بالعمل، لكن لما أنا بدي أبني السور أكيد بدي أجمله، بدي أقويه، وبيكون في روح التنافس، روح التنافس بالإيجابية هون، إنه أنا بدي أضبط الخدمة، بدي أضبط العمل، لأنه لو أجى العدو بدي يضرب، لا، أنا السور صامد ثابت جميل، وهذا اللي بيحمي بيتي وبيحمي الحارة بتاعتي وبيحمي المنطقة. تصور بسبب نحمية، وخلي بالك المسافة طويلة، يعني اليوم انت تخيل حتى اليوم اليوم هل في صور بيتبنى ب52 يوم؟ الإصحاح السادس أخذ 52 يوم وتبنى كل الصور وكل الأبواب اتبنت في أورشليم، يعني مساحة كبيرة مش مساحة صغيرة. 52 يوم، اليوم تعال صلح حيط تطلع روحك، اليوم بتجيب واحد بيعمل لك البحر مئاتي، وبعدين كل يوم سوري صار معي هذا الظرف، صار معي هيك، صار، يعني بتاخذ سنة تتخلص الكسارة تبعت الحيط. لكن لما في تثقل أحبائي، لما في انشغال، لما في محبة، لما في تضحية، لما في تفاني، لما في انه انا بنظر مش لنفسي لكن بنظر لما هو لاخرين، لما بنظر بعين الجماعه، فالكل اشترك. ولاحظ كلهم اشتركوا، كل واحد بنى امام منطقته والسور اكتمل
في 52 يوم. السؤال، تعرف أنا اللي خايف أحبائي إنه الكنيسة نكون فقدنا الأولوية في خدمتنا، أخاف إن نكون فقدنا الرؤية ككنيسة، عم نعمل بسموها مينتننس، صيانة، نيجي كل يوم خميس ونيجي كل يوم أحد ومنجتمع ومننبسط وكل، بس العمل عم بيتحول كصيانة بدل أن أنا عم بفكر في رؤية إلهية. أنا عاوز أصل لهدف محدد. أخاف أن أحبائي فقدنا الحماس الشغف، لأنه اليوم إذا في برودة مش راح يكتمل العمل، لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. هاي المحبة الباردة ما بتعمل شيء. شوفوا، أنا بحب التاريخ. أنا لما بروح على تركيا اليوم اللي هي آسيا الصغرى، لما بتروح على مناطق غلاطيا، بتروح على كبادوكيا، لما بتروح على أنطاكيا اللي هي كانت بسوريا أصلاً بس أخذوها الأتراك، هاي في يوم من الأيام كان في أمجاد غير عادية، كانت مركز الإرساليات. لما بتروح على الكنائس السبعة في غرب تركيا اليوم، لما بتروح على أفسس عم تسمع صدى الصوت عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فانظر من أين سقط وتب واعمل الأعمال الأولى لئلا أتك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. اليوم كل أكوام من الحجارة اللي هي once upon a time كانت الكنائس بحسب التقليد الكنسي إنه كل أكم 100 متر في كنيسة، بقول لك في أيام الأعياد والأحاد بتسمع الترنيم، إذا بتمشي أميال بتمشي مسحات أيام بتضلك تسمع الترنيم من كنيسة لكنيسة لكنيسة لكنيسة. ونفس المنظر كان في شمال أفريقيا، مهد الحضارة المسيحية اللي جاء منها آباء الكنيسة. اليوم شو اليوم أحبائي؟ هلما نبني الصورة معا. أيعقل أحبائي ولو ديانات مزيفة لا بتقدم شيء للمجتمع ولا بتقدم شيء للعالم هي اللي تسود في بلادنا؟ والمسيح الكامل، شخصيته الكاملة، حياته الكاملة، عم نخب النور تحت المكيال. شو اللي عم بصير أحبائي؟ في شيء الله بيشغل نحميا، شاف يعني هو مش من البلد، هو كان أصلا ما راحش على أورشليم لسه، لكن لما سمع أخذ الرؤية، لأنه مش بس في رؤية لبناء الأسوار، كمان في الأسوار الروحية. تعرف أحبائي نحميا كمان لما بتقرأ في رسالته عم بيقوم في إصلاحات. عزرا قام بإصلاحات روحية، لكن نحميا قام بإصلاحات جغرافية وإصلاحات دينية وإصلاحات يعني اللي يحط الحروف على النقاط على الحروف، يعني بما معناه الله استخدمه كمان بصور روحي. مش الكتاب بيقول صور نار من حولها ومجد في وسطها؟ شو الفايدة يكون عند الأسوار ويكون عند الهيكل ويكون عندي كل شيء لكن أنا من جوا بعدني فارغ، وأنا من جوا بعدني ما عنديش، مش عم بتمتع بالقوة، فقدت الرؤية، فقدت المحبة، فقدت الأولوية، فقدت الحماسة، فقدت الهدف في حياتي، فأصبحت أعيش حياة عشوائية، مش عم بخطط، مش عم بفكر، مش عم بعمل، اللي عم بجيني هو اللي عم بعمله ريتروأكتيف مش بروأكتيف، يعني مش أنا باجي ولازم أعمل، بدي أعمل شيء، بدي أغير، لأن الله بيستخدم الناس. تعرف أحبائي كمان الله في كل شيء عنده بعد أعمق ودرس روحي أهم من كل الموضوع. هو لازم السبي يرجع ولازم يجهز، خلي بالك من في نبوة دانيال
بيتكلم من التجديد، يعني بيتكلم عن أورشليم اللي هي ابتدأت في أيام نحمية، بيتكلم عن 69 أسبوع بتاعون دانيال لمجيء المسيح وتقديم نفسه كذبيحة. كل شيء تم، كان لازم يتم. شوف، الهيكل اتبنى، الأسوار اتبنت، الإصلاحات الروحية تمت، العهد اتجدد، الشريعة رجعت، الأمور الدينية والعبادة كلها رجعت للهيكل، وأورشليم بنيت. وخلي بالك في أيام نحمية كان لازم يعزله، وفي عزرة حتى التزاوج من النساء الغريبات كان لازم يطهره، اللي بيسموه النسب المسياني، حتى يكون طاهر لمجيء المسيح. فاحنا بنطلع عليها كمجيء نحمية في وقت محدد، لكن الله عنده بعد أكبر. هذا البعد إنه لما بيجي بتم سلسلة نسب المسيح بحسب متى مثلا، بيتكلم عن زروبابل، عن شألتئيل وزروبابل، وهكذا سلسلة النسب تمت في يسوع المسيح. كل شيء تم ما عدا شيء واحد اللي هو الملك. ما كانش فيه ملك، وهذا الملك اللي هو المسيح اللي هو المخلص تم في ملء الزمان، لكن لازم كان يتجهز ويتعد كل شيء. شيء آخر أحبائي، لما نحمية بيتكلم عن الإصلاحات، خلاص كان حاطط هدف أمامه، وهذا الهدف كان لازم يتنفذ، لازم يتعمل. وخلوا بالكم يعني في كل الأمور اللي عملها كان في مقاومة شرسة ضده، فهو قال اتركوني إني عامل عمل عظيم. يعني ما يهتمش الواحد لكلام الناس. بالختام أحب عاوز أقول شيء مهم، إنه إذا اسم المسيح اللي دعي علينا صرنا نعير بهذا الاسم، يعني عم بيسخروا منا، عم بيستهزئوا فينا، كأنه المسيحية لا حول لها ولا قوة، عم يعني وإحنا كمان مش راحمين أنفسنا، في حالة عار من انقسامات، من تحزبات، من عدم القدرة، عدم الرؤية، عدم المحبة الكاملة تجاه عمل المسيح والخدمة، إنه أنا أعزم أصمم إنه هاي البلد للمسيح، والجليل للمسيح، والبلاد للمسيح، والشرق الأوسط للمسيح. تعرف حبائي، أنا بآمن لما بنأخذ، إحنا بنشتغل مع الرب، نحن عاملون مع الله، إحنا يعني شركاء مع الرب، الله بيستخدمنا، الله بيعمل فينا ومن خلالنا حتى ننفذ. اليوم أحبائي الناس محتاجة، وين ما بتطلع في مشاكل. تعرفوا الأمراض عم تكتر، والمآسي عم تكتر، والحروبات عم تكتر، والشرق الأوسط كله يعني متغير، ما فيك غير قابل للتكهن. يعني اليوم في شيء بكرة بتكون قصة تانية. والأمراض اللي بكثرة، أمراض السرطان، يعني عم تحصد ناس كتير كبار وصغار. يعني في عيلة لاجئين بعد كل الهرب وخسروا كل أملاك وبيوتهم، و19 شخص من نفس العيلة مات، راحوا بسبب الهاي، وعندهم ولد وحيد صغير بالعمر، لسه يعني ولد صغير بعرش 10 سنين يمكن، وأصيب بمرض السرطان. يعني بعد كل، يعني كان مستعدين يخسروا كل شيء، لكن صدمي بصدمة أكبر. لعاوز أقوله، إحنا فعلاً إحنا الصورة اللي منتركها على الأرض. أنت البركة، أنت المحبة، أنت الفرح، أنت السلام، أنت الشفاء اللي بتقدمه للناس. الناس تعرفوا لأنهم عم بتروح لأي شيء، لأنه إذا بتلاقيش مؤمنين عم بروحوا لبغيروا الديانات، عم بدوروا على محبة تانية، عم بروحوا بتعرفوا حتى صاروا يروحوا للعرافين بس تيلاقوا جواب. الناس في حيرة مش عم تأخذ جواب، عندها تساؤلات كتيرة. أنا وإنت موجودين حتى فعلا مثل في أيام يشوع، الشعب
طالع من مصر بس بعد مصر في جواته. ففي يوم من الأيام الله دحرج عار مصر عن الجيل الثاني اللي هو كان مر في الصحراء. وهون نحن يا زي شايف نفس الصورة، ولا نكون عار بل نتشدد حسب يد للخير. فإحنا فعلا نجول نصنع خيرا مثل الرب، خير ورحمة يتبعانني، أنا بحياتي بكون خير وبركة، أنا بكون شفاء. تعرفوا الناس كل يعني ملايين الناس اللي بتشوفنا بتسمعنا كل أسبوع، بتعرف شو الأغلبية هاي؟ الاحتياجات الاحتياجات الاحتياجات. تعرف أن المسلمين عم بيجوا مش على أساس الحوارات الدينية الديبيتس اللي بنعملها معهم، لكن بيجوا بسبب عندهم احتياج وبيكتشفوا في يسوع المسيح. يسوع هو مصدر محبتنا، مصدر شفائنا، مصدر بركتنا، هو المصدر الأنهار اللي بتفيض فينا وبتنبع على الآخرين. عارف هذا موقف، هذا قرار، خلاص يعني كفى، يعني كفى، مش عاوز ان نكون عار. كنيسة الرب قوية أحبائي، كنيسة الرب مش مهزومة، أبواب الجحيم لن تقوى عليهم. بيتكلم على سلاح هجوم انه بتدمر الأبواب، بتدمر مملكة العدو. خلينا نكتف الأيادي هيك، نحط إيدينا مع بعض مثل ما يعني بتقول الآية، وشد لنقم ولنبني وشددوا أياديهم للخير. تعرف أحبائي في وكمل الصور في 25 من أيلول في 52 يوم، بعدين حتى الأعداء اللي كانوا بعيروا وبشتموا وبستهزئوا وبيتمسخروا وكل أنواع التهكمات والهجومات، شو بقول؟ سقطوا كثيرا في أعين أنفسهم وعلموا أنه من قبل إلهنا عمل هذا العمل. في بناء كتير. تعرف بحب لما الآية بتقول سكن المجد في أرضنا، ألا تعود أنت فتحيينا؟ محتاج أرضنا إبراء، محتاج لشفاء. تعرفوا المناخ، إحنا من نتصور ليه الخطية في الدي أن إيه بتاعنا صارت، يعني في إشي بيسموه تطهير أجواء، محتاجين نطهر أجواء كتيرة حتى صلواتنا ما يكونش فيها أي إعاقات، نكسر سلاسل، نحطم قيود، نفتح أبواب تفتح السماء أمامنا. ساعتها منشوف الاسترداد، منشوف الإبراء، ومنشوف البركة ترجع لبيوتنا لكنيسنا، والمجد بيسكن أرضنا، وفعلا نبتدي نصلي الله بيسمع. تعرفوا أرميا قبل السبي أعطى رسالة للسبي، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة يعني مستقبل رغيد ومديد، لأعطيكم آخرة ورجاء، فتدعونني فأوجد لكم، أستجيب لكم. عارف الرب موجود بس بيستنى نعمل شيء. شو رايكو نحط إيدينا في إيدين بعض؟ وشو رايكو نتوحد مع بعض؟ والوصية 11، الله كتب 10 وصايا، الوصية رقم 11 ما تتكلمش أي كلمة سلبية على أخوك وعلى أختك، أمين؟ لأنه مخلوق على صورة الله، من يبغض أخاه فهو قاتل نفس أو بعده في الظلم. طب أصلي اليوم فعلا هيك الله يقيم منا، بس فاقد الشيء لا يعطيه. لما أنا ما عنديش رؤية، ما عنديش هدف، أنا مشوش، مش عم بستوعب، مش عارف أخذ قرار، حياتي الروحية مش منسجمة، فيش تناغم، وبعدين بنيجي على الكنيسة بصراع، مرات بدك بالدوزر تجيب الواحد عشان يحضر الاجتماع، وقبل ما يوصل الاجتماع بكون متقاتل هو مرته هو أولاده والدنيا، عارف يعني مفيش حتى التهيئة.
الاستعداد انه انا اجي للاجتماع فعلا انا جاي اعبد الرب. في الاجتماع في عباده، في الاجتماع في شفاء. تعرفوا يعني امريضا احد فليدعو شيوخ الكنيسه يصلي في الاجتماع. هاي البركات كلها في الاجتماع. فخلينا نحط ايدينا في ايدين بعض، خلينا نقول كفر يسيف وابو سنان ومعلوت وترشيحه والبعرش منين جايين، كلها الجديد المكر الى اخره، كلها للرب يسوع المسيح. امين. مش امين هيك مش متبيع بندوره صدقني، يعني انا بحكي معاك وفي ناس عم بتموت فعلا من اجل رساله المسيح. احنا نشكر الرب من اجل الحريه انه بنيجي نعبد الرب. انت ازرع عارف، ازرع هيك بذور المحبه، الفرح، السلام. في بيوت متألمه، في ناس مرضى، في ناس، حط امل، رساله رجاء، رساله امل، والرب بيشفي والرب بارك والرب بيعمل، وهي حقيقه. خلينا نصلي. انا عاوز اخذ هذا التحدي خطوه يمكن لقدام شويه. اذا انت بعد في ثغرات في السور بحياتك، بعد مش عم بتشعر انه فعلا انت كل ريح ضرب شمال يمين عم بتاكلها، مش عم بتكون مؤثر حتى على اقرب الناس، شو رايك اليوم تقول له يا رب انا راجع، انا بتوب، وانا فعلا بدي اكون مع الجماعه، نبني صور حياتنا، بيوتنا، علاقاتنا، مش راح نكون عار فيما بعد. لا للماضي، لا للتراجع، لا للهزيمة، لا للألم، لا للعارف للسقوط في التعيير والنميمة. أنا للمسيح. ولما بتأخذ هاي الخطوة أنت بتكون جزء من الجماعة حتى نكمل عمل الرب مع بعض. وشوف شو الرب رح يعمل، هالنهضة والبركة في هالبلد. عاوز أخذ هاي الخطوة إذا فعلا في أي شخص هذا اليوم بصمم أنه يكون جزء من هذا البركة. يمكن أشوف إيدك مرتفعة. مجدا للرب. الأغلبية. آمين. يا رب يسوع. يمكن فعلا مش شايفين الهدف، مش شايفين الرؤية، مش شايفين حتى المخطط، بس احنا بنشكرك لانه مخططك ما انتهى عند فشلنا، بل حتى الفشل تستخدمه سلم لتسلق المجد. يا رب مين منا ما بيضعف او بيعثر، مين منا ما بيتراجع او بيسقط، لكن نشكرك من اجل النعمه، من اجل محبتك اللي بتغمرنا. يا رب في اخوه واخوات متالمين في هذا المكان، بصلي انك تسكب من حضورك عليهم بتعزيه خاصه، ببركه خاصه. صلي يا رب من أجل كل مريض في هذا الوقت، تزوره زيارة خاصة بافتقاد خاص، وانت حط يمينك عليه واشفي كل ضعف وكل مرض في اسم الرب يسوع المسيح. بصلي يا رب انه تزيل كل تشويش، وخلي تكون قراراتنا مصنوعة في السماء، يكون شعارنا إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. أعطيني يا رب ما نعيش روح العبد في الكنيسة، لكن نعيش كأبناء كبنات اختبرنا محبتك وحضورك في حياتنا. يا رب بركة خاصة على هالكنيسة، بركة خاصة على الراعي وعلى يا رب العاملين في هذا المكان، بركة خاصة على كل عيلة، على كل فرد، بضع أولادهم، كل أسرة، كل علاقة في اسم الرب يسوع. بناتنا وأولادنا جميعهم تلاميذ لإلك في اسم الرب يسوع. يا رب أسوار الروحية في حياتنا تكون فعلا محمية مبنية، وفعلا تكون سور من نار حولنا ومجد في وسطنا. لا تدنو ضربة من خيمتك، لا تدنو يا رب أي شر ولا وباء ولا ظلم، كون حماية بالدم، جيش من الملائكة تحرس وتحمي. بارك يا رب على كنيستك وعلى عملك، أصلي في اسم ربنا يسوع المسيح. أمين. أمين. الرب يبارككم. الرب يبارك. أمين. مجد للرب.
رسالة الرب واضحة جدا، أمين. وهي رسالة قديمة جديدة، ودائما ترجع الرب إيش بعمل، بحثنا من جديد حتى نقوم ونقف على الأسوار، نصلي، نتشفع ونتحد ونخرج لكي نعمل أعمال الله. هذه دعوة الرب. روح المشغولية، مشغولية العالم، إبليس فنان، كيف يسرق وقتنا، كيف يستنزف طاقتنا، كيف يخلينا دائما هلكانين تعبانين ومشغولين في مشاكلنا. لكن الرب يطلقنا باسم الرب يسوع، هاي التحديات نطلع فوقها، ونبدأ نفكر في ملكوته وفي عمله أكثر من نفكر في أنفسنا. ولما إحنا منكون في مشيئته، الله بيسدد كل احتياجاتنا وبملاها بغنى. وإحنا أشواق قلوبنا نرجع من جديد قل له يا رب بدنا نشوف نهضة في بلادنا، بدنا نشوف جليلنا يرجع للمسيح، بدنا نشوف بلادنا شعبنا يرجع للمسيح. أمين. شو رأيكم توقفوا معاي هيك نختمها بترنيمة صغيرة نقول له يا الله أبانا.